حقيقة قضية رئيس الجمهورية ومنصب رئيس الجمهورية نعم هي مثل ما يعني الإخوان تفضلوا بأنه هو توافقات سياسية ما بين مكونات العراق، فالكرد يعني لهم منصب رئيس الجمهورية، ويعني هناك اتفاق مسبق ما بين الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الكردستاني حول توزيع المناصب في الإقليم وفي الحكومة الاتحادية. الاتفاق كان مثلا شخصي رئيس حسب ما قال الإقليم، استاذ فؤاد لا لا استاذنا. أستاذ، لا لا مو شخصي، لا مو شخصي، اتفاق استراتيجي، رئاسة الإقليم ورئاسة الوزراء ونائب رئيس برلمان، لم يكون لدينا أي مرشح ننافس عليه في الإقليم، لأن هناك اتفاق ما بيناتنا، ورئاسة رئيس الجمهورية من استحقاقنا وحسب هذا الاتفاق، إن كان وإلا حسب إذا حسب الاستحقاقات الانتخابية أيضا من حقنا، لأنهم أيضا أخذوا منصب نائب رئيس مجلس النواب، زين، فنحن نحن الكتلة الثانية على مستوى أقليم كردستان. هذا وفق المفهوم فلهذا التوافقي ليس قضية وفق المفهوم الديمقراطي. السيد دكتور برهم، مسألة مو عند السيد دكتور برهم، المسألة عند قيادة الاتحاد. قيادة الاتحاد مصرين على ترشيح سيد برهم، وذلك لكفاءته ول ادري، بس هو اذا يرفض ما ممكن يعني يجبر على تولي المنصب، وهو يدعو دائما الى تغليب المصلحه العليا والمصلحه الوطنيه من قبل الجميع، يدعو الجميع الى هذا. اليوم خليه يتنازل وممكن ان نطرح اسم بديل ونحل ازمه وتصير عجله الحكومه وعجله البلد كلها. استاذ العزيز، يعني قضيه الاتحاد الوطني الكردستاني يفرق عن بقيه الاحزاب، احنا عندنا المجلس القيادي، المجلس القيادي هو من يرشح، يعني احنا نرى بانه من الضروري ان يكون شخصيه دكتور برهم في هذا المنصب، وقضيه دكتور برهم هي مساله مو شخصيه، نحن نرى في كل المواصفات اللي موجوده في هذا الشخص، والمكتب السياسي قبل ساعه من الان اكد على أنه مرشحنا الوحيد لهذا المنصب هو سيد دكتور برهم. طيب.